طيب خلينا نروح اللقاء مع العزيز والصديق جدا حمد ناصر مدير روتانا اف ام. حمد طبعا وإذاعة روتانا انا عارف اني مطلع عينهم بموضوع الفواصل الفجأة يعني الشباب هنا في الكنترول شايفين اقول فاصل عشر من ورا الكاميرا شباب فاصل الإذاعة مساكين فاصل فجأة يجيهم وبعدين نمدد الفاصل وقصة يعني. نشوف لقاء زميلنا اليوم نواف الودعاني تواجد في روتانا اف ام في المقر الجديد. اول شيء انا ارحب بروتانا خليجيه وارحب فيكم وارحب ايضا ببرنامج كوره. البرنامج هذا المميز من خلال طبعا نسبه الاستماع عندي في الاذاعه ما شاء الله عاليه، التعاون بيننا وبين روتانا خليجيه بهذا البرنامج اضاف للاذاعه حقيقه. ثاني شيء بالنسبه لتقول 12 سنه، انا اعتبرها 12 سنه تميز لهذا البرنامج بقياده اخونا تركي العجمه المذيع المميز عربيا حقيقه. هذا مش مدح او اطراء ما لا داعي، لا بالعكس هذا واقع. وبرنامج كوره هو الاميز الان بالنسبه للدوري السعودي. نشوف طبعا هذا التعاون اضاف لنا حقيقه، وان شاء الله انه اضاف لهم كمان من خلال بث البرنامج على الاذاعه. نسبه الاستماع عندنا حقيقه عاليه جدا في فتره بث البرنامج، انه برنامج رياضي يختص في الدوري السعودي حقيقه، يعطيك ماده دسمه هذا البرنامج خلال فترة بثه، فالمستمع الشاب يبي المادة اللي هي دسمة تكون وتعطيك تفاصيل الدوري. تركي ما شاء الله مغطي كل تفاصيل الدوري من خلال الأساتذة كمان المحللين مع الكبار يعني. فبالعكس نسبة الاستماع فترة بث البرنامج على الإذاعة مثل ما ذكرت لك قبل شوي عالية جدا يعني. لا احنا صعوبتين تواجهنا، احنا مزيون أكثر من اللازم. لأن شيء البريكات الله يطول عمره، بس وجود لو سمحت الله يخليك، بريكات يعني لا توقف يعني بعد البريك. عطنا شوية مجال عشان تعرف هذه فلوس يعني، معلنين هذول يعني، فدير بالك علينا شوي. طبعا هذا من باب المزح، أحيانا تحكم فيه الأخ تركي الضيف أو شغلة من هذا النوع، فأحيانا ممكن يصير في شوية زيادة في البريك أو هذه الأمور. لكن تسألني حنا كالبرنامج كامل احنا تميز، وإن شاء الله طبعا الانطلاقة الموسم الجديد إن شاء الله راح يكون تميز أكثر، لأن احنا كلنا ثقة أول شيء في القناة اللي طبعا يبث من خلالها البرنامج اللي هي روتانا خليجية، هذه القناة المميزة اللي لها مكانة بين القنوات الفضائية. وبرنامج كورة مثل ما ذكرت لك برنامج مميز حقيقة، أنا ما أمدح شيء لأن أنا في الأخير هذا له تأثير علي سلبي إذا مدحت شيء مو واقع، لأنه يبث البرنامج عندي على الإذاعة. برنامج مميز، تركي يعتبر من أميز مذيعين رياضيين في الوطن العربي يعني، فهي متكاملة الأمور بين المكان وبين المذيع وبين المادة وبين الضيوف. فناخذ حقيقة مادة ممتازة من خلال هذا البرنامج على الإذاعة إن كان أو كان على التلفزيون. إحنا أول شيء كلنا منظومة واحدة، إن كانت روتانا خليجية أو روتانا فهم، كلنا إحنا مكان واحد، فما في أي صعوبات. بالعكس الشباب اللي يقومون على إدارة هذا البرنامج مميزين جدا ومتفاعلين دائما. وأمس أنا كان حديث مطول مع الأخ تركي بخصوص البرنامج وهذا، بالعكس التنسيق دائم ما عندنا اي مشكله معاهم، الامور ان شاء الله كويسه. وقلت لك ان شاء الله موسم راح يكون مميز اكثر من المواسم الماضيه. تركي اقول ابو جود ان شاء الله الف مبروك للانطلاقه الجديده والموسم الجديد، والله يوفقك ان شاء الله، واحنا داعمين لك في الاذاعه وان شاء الله دائما متميز يا ابو جود. شكرا روتانا اف ام داعمين لنا من اول يوم. شكرا حمد ناصر. حمد يعني واحد من ايقونات الاذاعه في الخليج العربي، لما تتكلم عن اربع خمس اسماء في الاذاعات الخليجيه حمد ناصر واحد من ابرز هذه الاسماء. بالتاكيد روتانا اف ام داعمه كبيره لنا ومتحملتنا ومتحمله غثانا شوي
والبرنامج والصراعات واحيانا طلعات الفاصل وعوده من الفاصل، انا اعرف انه هذا الموضوع مربك، لكن هم دائما معطينا مساحه من التعاون والمحبه.